السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع معطاوي يفجر مفاجأة ويحكي أنه الأغبياء يعتقدون أن الجزائر ستفوز بتنظيم كان 25، يعتقدون أن الجزائر تفوز بتنظيم، إحنا مش عارفين شو هذا العنوان. بعض الأغبياء يعتقدون الجزائر ستفوز بتنظيم كأس كان هو اللي هو تنظيم البطولة، يعني كان 2025، أم إن المغرب ستفوز بتنظيم كان 2025. ما نعرف مين الأغبياء، ماذا يقصد معطاوي في هذا الكلام؟ تعالوا مع بعض نشوف ماذا يقول أفضل. يلا معطاوي، عندما لا نتحدث على تنسوا وضع افريقيا اللايك يا والاشتراك. عباد، ونقول كأس أمم افريقيا 2025 لا علاقة لا للقجاع ولا لغينيا، على السلطات الجزائرية أن تأخذ هذا الملف وتنطلق في يعني محاولة الظفر بتنظيم كأس أمم افريقيا 2025 مع السلطات السياسية لكل البلدان الإفريقية. وأنا عندما قلت لك في إحدى الحصص بأن الشان على الأبواب وهو يجري على الأراضي الجزائرية، وهي فرصة سانحة للجزائر أن تقوم بعملية الكولسة اللازمة. بعض الأغبياء ظنوا بأننا نتحدث عن تصويت في الشان في الجزائر لمن يمنح التنظيم. لا يا أخي، نحن تحدثنا على قدوم الوفود الإفريقية إلى الجزائر، ومنها يعني تسهل عملية الاتصال مع هؤلاء لإقناعهم بملف الجزائر الذي سوف يكون بعد شهر أو شهرين في أي بلد إفريقي آخر للتصويت. لكن الكولسة هنا في الجزائر، ما دام هذه الوفود تأتي إلى الجزائر فلديك فرصة ذهبية لإقناع هؤلاء من الناحية السياسية يا عماد وليس الرياضية. عندما كان يتحدث عماد على الملاعب، لا علاقة لإفريقيا بالملاعب. في 2015 عندما انهزمنا البلد الذي فاز بتنظيم كأس أمم إفريقيا، لاحظنا ملاعب وكانت ملاعب 3000 متفرج، يعني في الجزائر لدينا 40 ملعب من هذا الصنف. يعني الأمر لا يتوقف على الإمكانيات وعلى هذه الأمور. في إفريقيا هناك أمور غير رياضية تقتحم الملف الرياضي في منح هذا البلد أو ذاك هذا التنظيم. غينيا يا عماد لم تكن مبرمجة أصلا في أشغال الكاف عندما كان حياته على رأس الكاف، ورغم ذلك بعدما منح الكاميرون والكوت ديفوار فاجأ الجميع بثالث منظم لكأس أمم إفريقيا اللي هي غينيا، التي لم تكن ضمن أشغال المنطقة الإفريقي. لذلك اليوم الجزائر لديها هدف واحد وهو تنظيم هذه الكأس، الإمكانيات متوفرة، الملاعب هي على يعني على أبواب لافتتاح كل الملاعب التي كانت ورشات، ملعب تيزي وزو ودويرة وبراقي، ملعب وهران اللي انتهينا منه. لذلك أنا أقول بأن هذا الملف هو يعني بين يدي السياسيين. إذا أرادوا أن تنظم الجزائر كأس أمم إفريقيا 2025 فليتحرك الساسة على أنقاض الرياضيين.